حسن التعليق قلنا واحد الكلمة الله يرحمه، قلنا الله جابكم لي وانا الله جابني ليكم. كان انا سيدي هذه بنت سمي، انا جات على سيدنا خاطر سيدنا سموها القبة الحسنية، قال لي اتكل على الله سميها القبة الحسنية. درت نموذج ديالي، هي النقوشة الدبلية اللي بانت لكم هي القوس ديال المحراب والقبة ديال المحراب، وخدم فيها بدون شانتيون، ما تيشوفني اش ندير بانسو ولا والو. وكان عرشه على الماء، آية قرآنية كريمة، ماء يسمعها المغاربة حتى يتبادر إلى أذهانهم مباشرة الشعار الرباني لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، فتهفو قلوبهم في شوق وفخر لهذا المعمار الديني الذي بني ثلثاه على ماء البحر. ولا يمكن للواقف على مشارف هذا الصرح الشاهق أن لا يستحضر عظمة الخالق وحكمة الملك وعبقرية الصانع المبدع. إنه المسجد الذي يأمه الناس من كل مدن المغرب، بل من كل أرجاء العالم، ليظفروا بصلاة في فضائه المتناهي في الكبر الذي يحتضن عشرات الآلاف في صلوات التراويح من رمضان كل سنة. ورغم أن الزائر يحتار هنا في ترتيب درجات الروعة والجمال والضخامة في كل ما يحيط به، إلا أنه حتماً يقف مشدوهاً عند الدرر المكنونة هناك في الأعلى، عند القباب الفخمة المتلألئة العملاقة. وهنا تبدأ القصص المشوقة لتحف ملكية لن ترى لها مثيلاً أبداً خارج هذه المعلمة، قصص طرفاها ملك مبدع رسم حلماً، وثلاثة معلمين مهرة حققوا هذا الحلم. بديت في 1970 تعلمت على يد الوالد ديالي. الوالد ديالي هو اللي صوب القبة ديال الضايح محمد الخامس، وصوب القبات قبة من القباب ديال دار السلام الحياة ديالو، وصوب المشوار الأول ديال القصر الملكي، وعدد ديال الأعمال الأخرى في الحياة ديالو. منها تعلمت أنا منه، تعلمت هذا الفن وهاد الصنعة. ديال الحسن الثاني الله يرحمه، من بعد داك الشيء جات الخدمة ديال الضريح، جات الخدمة ديال كذا، جات الخدمة الثانية ديال المسجد الحسن الثاني. خلاص عبدوا ربي جميع القصور الملكية بما فيها الرباط، بما فيها إفران، بما فيها فاس، بما فيها مراكش، كاع القصور بما فيه القصر الكبير العظيم ديال أكادير، جميع القصور ديال الصخيرات، سي عبدو ربي هو اللي صاوب. ماشي ذكرت لك واحد ولا جوج، كنت أنا تسميني، من سماني المعلم؟ سماه ليا صاحب الجلالة الله يرحمه، أجا المعلم وزاد عليها أخرى ولا تيقول لها البهجة. ومثلما اختار جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله فريقه من الصناع المعلمين، اختار أيضاً مهندسه المعماري الذي لم يكن سوى الفرنسي الشهير الراحل ميشيل بانسو، وكلفه بالتنسيق مع هؤلاء الثلاثة في صياغة ثورة حرفية هائلة في هذا الصرح وعلى رأسه القباب. كان سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه عيط علينا وعيط البانسو، وقال له بأن مشينا عنده للصخيرات، قصر الملكي للصخيرات، وقالنا قال البانسو هاد المعلمين هما اللي غادي يخدموا المسجد، منهم انا بلامين محمد كمال، نضغي علوي حافظ نعيطوا له مولاي حفيظ معروف، والحسين لمان، وكانوا معلمين اخوين معنا، منهم المعلمين اللي كانوا عند البشير بالخلفي، حتى هما خدموا معنا الزاهريه، ومشينا مجموعين لعندو تما، ومشينا للصخيرات، وطلب وقال البانسو هادو هما اللي غادي يخدموا المسجد. رجعنا كل واحد تكلف المهمة ديالو، تيوجد العينات ديالو للحسن الثاني. ومني جا المسجد الحسن الثاني عيطنا وعيط المهندس داك الساعات، وجمعنا وقال المهندس قال له هالمعلمين ديالي اللي غادي يصوبوا لي المسجد ديالي، وفعلا
قبطنا حنايا داكشي من عند سيدنا الله يرحمه، وكنا ماشيين معاه تنعملوا المعادات ديالنا تنخدموا وصانا قالنا تهلاو في المونجيز ولا ما تولمشي شي حاجه عندي وكذا وكذا، ولكن حنا ما حنا ما متولمينش معاه بزاف، ولكن ما بتقدرش تمشي عند سيدنا كل نهار تقول زعما تجي هكذا ما يمكنش، ما الظروف ما حكمتش علينا. بعد لقاء الصخيرات الذي رسمت فيه معالم فكرة إنجاز مسجد الحسن الثاني، بدأت التحديات الكبرى تفرض نفسها بقوة، ومعها التفكير المضني في كيفية التغلب عليها. الذي هو مبهر في مسجد الحسن الثاني هو علو المسجد وضخامة المسجد، وإذا سألت الصناع الذين اشتغلوا في مسجد الحسن الثاني أعتقد التحدي الكبير الذي كان عند الصناع هم كانوا يشتغلون في مقاييس صغيرة على مستوى الزليج أو الجبس أو الزخرف على الخشب أو النقش على الخشب، كانوا دائما يشتغلون في حيز ليس بكبير عن الحيز أي المقياس جسم الإنسان. لكن مسجد الحسن الثاني ممكن أن أقول بأن المقياس ضرب في 10. إذن ما هو موقع القبة في مسجد أصبح بهذا العلو؟ نخمو كيفاش غادي نخدموا هذا الشيء، لأن هذا مسجد الحسن الثاني هذه خدمة ما عمرها كانت، هذا الشكل ديال العلو الكبر ما عمره كان، فمشينا تنقلبوا وتنبحثوا. العلو الذي يراهن عليه هذا المسجد في كل عناصره المعمارية يصل في بيت الصلاة إلى 70 متراً ويغطي مساحة قدرها 20,000 متر مربع. أعطانا المهندس البلانات ديال هاد القبة وعطانا الأشكال ديالو، ولكن يعني تنشوف هادوك البلانات ديال المهندس، ما نقلل من القيمة ديال المهندس، ولكن المهندس هو اللي بنى هاد الشيء هذا، ولكن تنشوف بأن الوقت اللي هذا ما بقاش مناسب لهذوك الخدمات اللي كاينين في المغرب كله، يعني هذا وقت الحسن الثاني وقت جديد فيه مجهود كبير فيه، فغيرت البلانات وغيرت الشكل ديال المهندس، وكانت عندي مشاكل معاه مع الناس ديالو، ماشي معاه هو مباشرة ولكن مع الناس ديالو اللي رفضوا هذا الشيء. والطريف في الأمر أن هذا الموقف سيتكرر كثيرا مع المعلم بلامين وباقي المعلمين في مواجهة المهندس الفرنسي بانسو، فكان لهم رد فعل موحد ولكن استراتيجي. القصة اللي عندي بين في المسجد هي ديال بانسو. بانسو الارشيتكت دار الشانتيون ديالو، صاوبو قال لك دير ليا ارك بيض بيض ابيض ابيض بدون نقش بدون اي شيء الا الرؤوس ديال السواري هما اللي فيهم واحد شويه ديال النقش وشويه ديال النقش، ماشي شي حاجه درتها وجدران خاويين وهذا هذا السيد هذا ومصيبه. وليت نقول له مصيبه، وليت نقول له خاطري، قال لي حسين، قلت له نعم تنهر مع راسي، قال لي نو تصاوب شي حاجه ودير الريدو وصاوب الشانتيون، سيدنا صيفطك باش تصاوب الشانتيون وشوف العظمة لله الواحد القهار ديال السواري وديال القواز قداش هما، وفي الاخر دخلتو دير له داكشي اللي بغى المهندس. لا انا تنهضر مع راسي تنقول لا، فانا فهمت هادشي ومشيت تنخدم سيريا، صوبت 4 ديال القباب صغار دار 4 المتر كل وحده وجبتهم عرضتهم في المسجد بمناسبه الزياره ديال سيدنا الله يرحمه، عرضت له هاد 4 القباب وجا وشافهم واختار فيهم وحده، قال لي هادي اللي بغيت، هاد اللوان وهاد الشكل وهذا هو، علاش شافها؟ لان غريبه على القباب اللي كاينين. فهذه كانت البدايه ديالي في مسجد الحسن الثاني. إذن الملك الحسن الثاني رحمه الله كان ينتظر أن يرى باكورة القباب التي طلبها من المعلم بلامين، فكانت القبة الستينية هي أولى توقيعاته الحصرية. بجوج ديال الأشكال، فيها شكل تستان وشكل توقيع، يعني شنو في سكان غير تولي شنو في خارج شنو في داخل، تستان والتوقيع والمقربس، فهذا كله عطاه هذيك المنظر لهذيك القبه اللي قلت لك عليها، القبه الستينيه اللي هي قبه ستينيه معروفه في المغرب ولكن ماشي بهذا الشكل، فاحنا خلينا التسميه هي الستينيه، فخذتنا الوقت يعني درسنا داك الشيء، درسنا العلو، درسنا الشكل اللي يتشاف من التحت، عملنا عدد ديال الدراسات
هنا بجبل مجديد الحسن الثاني، بس عرفنا الشكل اللي غادي يناسب هذيك القبة. ويوجد من هذه القبة 6 نسخ داخل قاعة الصلاة متماثلة متشابهة مع بعض الاختلافات في تلك الموجودة فوق مصلى النساء، لتفسح المجال لقبة جديدة منافسة في الروعة. ونديز كانسو الناس ديالو قالك بان لا ما يمكنش، حنا بغينا هذاك الشيء اللي عندنا في المارشي. قلت له حنا تنقترحوا على سيدنا، وسيدنا هذا ناطي قلب على معلم واحد اخر جابو تيصوب 4 قبة داك الشيء اللي بغى بانسو. ف انشت هذه العمليه ديال بانسو، الناس ديالو يعني ضادين معايا علاش ندير هذا الشيء، وانا ما تنضش، انا تنقلب على المصلحه ديالي، المصلحه ديال البلاد، المصلحه ديال الصنعه، ما تنقلبش على المصلحه الماديه. انا خصني ندير شي حاجه في الوقت ديالي اللي تناسب هذا العصر. فمشيت عاوتاني بعد ما جاب 4 قبة ركبها، مشيت عاوتاني تاني للمعمل وشدينا المعمل وجلسنا تنصوبوا 4 قبة اخرى بالشكل اللي بغى بانسو. صوبناها كملناها. الفرق بيني وبين ذاك المعلم اللي عطيت صحاب المعلم، كان معلم صنايعي في داك الشيء ديال القبات الكلاسيكيين، انا بيني وبينه اللوان. صراحة تحدي كبير بالنسبة للصناع، كيف أن يجمعوا ما بين التوازنات البصرية، التوازنات الإنشائية التي كانت بالإسمنت، علما أن قلنا من قبل بأن كل المساجد كانت تبنى بالمواد المحلية، الطين والحجر والآجور والخشب والقرميد إلى غير ذلك. لكن هذا المسجد بحكم أنه كان من الخرسانة أعطى لهذا البناء هذه الضخامة. وهنا كان الجانب أيضا جانب التحدي، أين سنضع هذه القبال، وكيف سنضعها، وكيف سيراها الزائر أو الذي سيصلي داخل المسجد إلى غير ذلك. وأتى أخيرا التدخل الملكي وحسم في أمر هذه القبة، وحسم أيضا في أمر اسمها الذي ينم على كثير من الذكاء والولاء. جاء سيدنا الله يرحمه أول ما تدخل تيزغاتو تيصيب 2 أرباع راكبين، اختار الشنطيو ديالي. سيدنا البانسو قيدو، سيدنا اختار الشكل ديال بلامين. عاوتاني مشينا عاوتاني قالك سيدي دابا اختار سيدنا الكايزة هي اللي غادي تصوب. قلت له واخا سيدي. عاد صوبنا المارشي، ما كان عندي لا مارشي لا والو، صوبنا المارشي مشينا الداخلية خو معنا الناس، صوبنا داك الشيء بالقاعدة ديالو والأتمام مناسبة كل شيء مناسب. داس عطاني المارشي، مني خديت المارشي صوبت القبة الأولى اللي هي ما عنديش مشكل مع بانسو فيها. القبة الثانية قلت له ما نصوبهاش، قال لي كيفاش؟ قلت له ما نصوبهاش، قال لي سيدنا اختار. قلت له سيدنا تيختار، إلا عطيتي حاجة ما أحسن ما غاديش يرفضها. قلت له سيدنا ما غاديش يرفض شي حاجة إلا درتيها شي مجهود. قال لي حنا بينا. قلت له صافي أنا غادي جاب بانسو، بقيت معاه تما كله الدماغ، يلا خليني نصوب واحد الشنطيو لسيدنا، بغيت ندير واحد الشكل لسيدنا. قال لي صوب 4، صوبت له 4. بانسو عجبته، عجبوه هذاك 4، قال لي صوب القبة كاملة، صوبت له القبة كاملة. حنا كملناها وسيدنا جا. سيدنا الله يرحمه دخل جبر القبة راكبة. قال لي قلت له نعم سيدي، هذا حنا تنديرو جهدنا اللي كاين واللي كاين. قال لي واش سميت هذا؟ قلت له نعم سيدي، هذه نسميها، جات على سيدنا خاطر سيدنا سموها القبة الحسنية. قال لي اتكل على الله سميها القبة الحسنية. القبة الحسنية عبارة عن خرسانات بزخارف مثمنة تلتقي مع بعضها البعض، وتبرز عبقرية المعلم في توظيف زواقة لم تكن توظف إلا في المساحات الصغيرة جدا. منها 8 نسخ أيضا تتناوب مع توأمتها القبة الستينية. وعلى خلاف المعمول به في معظم المساجد المغربية، فإن جوانب المسجد سرقت الأضواء من البلاط الموازي لجدار القبلة الذي تغطيه قباب وبرشلات خشبية بسيطة في زخرفتها، إلى أن يصل بنا البصر هناك إلى المحراب، ليعود النموذج الكلاسيكي من جديد مع أول وآخر قبة جبصية في قلب المسجد، إضافة إلى إبداعة جبصية هائلة فيما عدا القبة. هذا النموذج ديالي هي النقوش الدبلي اللي بانت لكم، هي القوس ديال المحراب والقبة ديال المحراب، وخدم فيها بدون
شونتيون ما تيشوفني اش ندير بانسو ولا والو. حتى الناجئ ديال صاحب الجلاله في الزياره الاولى يا شاف داك الشيء دار ها قلت انا سيدي المهندس المعماري راه اللي بغى يدير في الحيوط. وانا ها فكرت وفكرت راه فكرت في النون الحوت ديال النون اللي في مريزيكا اللي هاد الارض هادي كانت فيها هي مريزيكا راه فكرت داك الحوت انا سيدي نرسمو كانه راه جاو دقدقو داك الحوت وانا جيت درت في منو الحوت بالجبس. وإذا كانت قبة المحراب هي الوحيدة من نوعها المصنوعة من الجبس داخل قاعة الصلاة، فإن قبة أخرى جبسية أيضاً توجد خارجه في مدخل مئذنة المسجد، تعتبر رائعة بحق، ووظف فيها المعلم لمان المهارة الفائقة التي تنسينا وجود ساريتين ضخمتين في جسمها. وأما الزليج فلم يحضر في القباب، ولكن يجد له المعلم الذكي أماكن نبيلة في الجدران وقرب المحراب ليبدع شماسية عملاقة صنعت حصريا لهذا المسجد. وبدك الشماسية الكبار اللي كاينين وحدين واحد ربعة عندي في الواجهة هذه القبلة قدام المحراب، وعندنا واحد ربعة في الجهة الأخرى ما كاينينش، ما تصيبهمش في الإعلام كله ما تصيبهمش، ما كاينينش كاع، وما عمرهم نخدمهم شي واحد وعمرهم ما يتصوبوا. واحد العدد ديال الصنايع عندنا هنا في مسجد الحسن الثاني ما تنخدموهمش ابدا، ممنوع خاص مسجد الحسن الثاني ما يمكنش، يجي اللي جا ويعطينا اللي عطى ما نصوبوش داكشي حنايا. وتصل جولة اكتشاف قصص قباب مسجد الحسن الثاني إلى الصدر الأعظم لقاعة الصلاة التي نلتقي فيها مجدداً مع هيبة وجلال الإبداع الخشبي، مع أربع قباب مستطيلة مثمنة بالمقربص، اثنان منها بعد المحراب واثنين آخرين عند الباب الخلفي للمسجد، وبينهما توجد سيدة قباب مسجد الحسن الثاني. لكن أعتقد بأن القبة الرئيسية المتحركة داخل المسجد هي نوع من الإبداع الجديد، هو أن الصحن الذي كان دائما مفرغ أصبح ممكن أنه يغطى ويغطى بالقبة. سو لأول مرة هناك تركيبة ما بين الصحن أو الفناء والقبة، رغم أن القبة عبر التاريخ كانت دائما قبة غير متحركة، لكن في المسجد الحسن الثاني لأول مرة، ربما كانت في أماكن أخرى، لكن بالنسبة لعمارة المساجد أنها كانت قبة ضخمة جدا، ولما تحرك كانت تعطينا المجال الذي هو في الأصل في المسجد هو المجال الأوسط أو المجال الوسط الذي كان هو فناء المسجد. لقد حققت هذه القبة بالذات الحلم الأكبر للملك المبدع الراحل الحسن الثاني قدس الله روحه داخل هذا المسجد حين خاطب المغاربة في خطاب ملكي سنة 1986 قائلا: كما أردت أن يكون المصلي فيه والداعي والذاكر والشاكر والراكع والساجد محمولا على الأرض، ولكن أينما وضع عيناه يجد سماء ربه وبحر ربه. البلسطانية اللي فيها 70 متر ولا 30 تتحل على زوج، هذيك عاوتاني فيها بنا 16 بالمتمنات، وهذاك 16 فيه دوك البياس ديالو فيهم المقربص، يعني كل صفت تتم الصفت اللي فيه عدد الامتار نقول ثلاثة ولا أربعة ديال الامتار كله في الداخل ديالو كله مقرنصات، وهذاك اللي عطاه ديك الخاصية ديال القبة ديال باب السماء تنعيطوا لها. القبة المتحركة كمفروض تكون متحركة لأن الكبر ديالها تجعلها تكون متحركة، لأن السقف ديالو والمنطق ديال القرمود اللي فيها تجعلوه يكون متحرك، دخل نمشيو مع هذاك الهندسه ديالها. فهنا تبعنا الهندسه ديال الطموع، ولكن ما شعرناش والداخل بينا كاين تتحل، تتحل عاد تتبان، اما من بعد ما تكون مسدوده كانها قبه وحده. هذه وحنا كانت خصنا نعملوا فيها مجهود، هي تنقدموا شنو حنا الصانع المغربي شنو يمكن له يدير. قبه حقيقه يعني عندنا فيها تجربه كبيره، لان قبه بهذا الحجم بهذا الثقل اللي فيها
3000 وما عرفش شحال متر ديال متر كيب ديال الخشب وشحال فيها ديال الخدمه اللي دارت فيها والعلو اللي كاين على 70 متر من الارض راه ماشي سهله باش تدرسها باش تدرس الزوقه تشوفها من التحت. هذا ما كان فيها مجهود والصناعيه حتى هما بحيث كانوا تيك صناعيه بدوك لي بياس اللي كانوا فيها دوك الفرم اللي تنعطيهم الفرم كانوا تيطلعوا فوق منهم وتيسموها الفلوكه. يبلغ طول هذه القبة 60 مترا وعرضها 40 مترا ووزنها 1100 طن، ومكان تلاقي جزئيها حين يفتح يشكل بدوره لوحة عملاقة تظهر منها أسماء الله الحسنى. نجد أن فن الخط العربي له سلطته، له كيانه، له تلك الوجود الذي يضفي على المسجد وعلى القبة بالخصوص جمالا راقيا ماتعا، بحيث أن فن الخط عموما على أي تطبيق كان، على الخزف، على الجس أو الجبس، على يعني على الرخام المرمر، على الحجر، تجده يبهر الرائي ويبهر المشاهد والمتلقي. ففن الخط العربي كما يقال أينما ظهر ظهر، فلهذا كان الالتفات للمهندس أو للمؤسس أن يوظف هذا الفن في القباب كما يوظف الزخرفة الإسلامية. لهذا نجد فن الخط العربي عموما متواجدا وبقوة، نجده بخطه اليابس الخطوط اليابسة الخط الكوفي، هذا الخط العملاق الذي أنشئ أكثر من 13 القرن أو 14 القرن بالأحرى، نجد هذه الخطوط التي استخرجت من صلبه منه كذلك وجدت حضورا في هذه القباب. استغرقت هذه القباب ومعها بقية الأشغال الحرفية 3 سنوات حتى تكون جاهزة. وجد معها هؤلاء المعلمين الكبار أنفسهم مسؤولين على مئات بل آلاف الصناع كبارا وصغارا. أبناء الحي اللي دايرين الحوام حدا مريزيكا وهذا بورغون وهذا كلهم، وجات في واحد المناسبة فاش بديت العمل عطلة ديال المدرسية وكلهم جاوا للعطلة، كلهم دري واللي جا ما ترجعوا نهائيا. تيش علاش؟ لانه يمكن على ما اظن الجبس عجبهم، فهمتي؟ عجبهم الجبس وبداو تيخدموا، اللي تيجيب القبس اللي تيجيب الماء اللي تيعجن زيدنا تيعجن الناس وكل شيء. كلهم اجتمعوا وعطاو البركه ديالهم وجات البركه تحطات، اللي دخل اللي صلى تيدعي لنا. كانوا عندي تقريبا الناس جالسين في هنايا جالسين ناعسين، لانهم الفراشات ديالهم دايرين لهم السكن ديالهم، الطباخه تيطيبوا في المعمل، الطباخه تيطيبوا في هنا دينا داك الشيء. يعني ماشي مساله ماديه، ما خرجنا على مساله الماديه، مدام مساله ولات مساله شرف. المسألة مسألة شرف، ولهذا قلد هؤلاء الأبطال الثلاثة بأوسمة الشرف من طرف الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، صاحب هذا الحلم الذي اتحدوا لتحقيقه. المهم حسن الثاني قال لنا واحد الكلمه الله يرحمه، قالنا الله جابكم لي وانا الله جابني لكم. احنا حمضنا الوجه الله يرحمه وهو تهلا فينا الله يرحمه. المرحوم الحسن الثاني كان فنان كبير، يعني فنان عنده ذوق رفيع، وتيبغي الخير للمغرب والمغاربه، وتيبغي يقدم المغرب في واحد المستوى عالي. وتنصب اعتزاز الفقر تنقول الحمد لله الوقت ديالي ما مشاش قوي، ديت شي حاجه خدمت شي حاجه بفضل مجهود ديال الحسن الثاني ومجهود ديال سيدي محمد الان اللي عملنا هذه المدرسه. هذه المدرسه ديال التكوين هذه ما كانش تطيح على بال اي واحد، هذا سيدي محمد تيشوف شوفات بعاد. الان عندنا مدرسه تتكون طلبه من مستوى عالي، البكالوريا زاد عامين، وتتكونوا في هذا الميدان ديال الصناعات، منهم الزواق ومنهم النقش ومواد اخرى كالقبص كالجليج يعني هذه احسن حاجه دارت في هذا الوقت هذا، غمس
الشغل ديالو والخدمه اللي تيخدم هذه احسن حاجه بالنسبه للصناع التقليديين تاعك باش الحفاظ على الموروث الحفاظ على الصناعه التقليديه. أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء كانت أروع هدية قدمها صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله لهؤلاء الصناع، مبادرة تسلم المشعل من جيل الرواد لجيل الشباب، بحيث أصبح هؤلاء المعلمين أساتذة ومشرفين على شعب عدة، مثلما جعل متحف خاص بفضاء المؤسسة ليجمع بين نماذج لتحف هؤلاء الرواد في المسجد ونماذج لاجتهادات الخريجين من الأكاديمية حتى يكونوا ذات يوم رواداً لزمانهم أيضاً. لم يعيثنا وقلنا الأكاديمية وقلنا هذا الشيء مع ذلك قارين عندهم البكالوريا وعندهم عمين تسكوين تجمع ونعملوا تلسيل على هنا احنا يا بحالي أعطانا شيء كنز شيء عمونا ما شفناه عمونا ما كنا نخمو في العقل ديالنا باش يكون هادشي. لك واحد المثل تيقول صنع الى ما غنات تشتغ وقيل تزيد في العمر. واعمار هؤلاء الصناع المهرة وان كانت فانية بالطبيعة فانها خالدة بالصنعة، واسماؤهم سترتبط للابد باسم مسجد الحسن الثاني الذي صنعوا من قبابه قصة حلم ملك عظيم وختموا عليها بالتفرد للأبد، وهذا ما يحفظ لهذه المعلمة الفريدة بصمتها الوحيدة التي اختزلت فيها قروناً من التاريخ المعماري العريق للمغرب، مثلما ستهدي لقرون من المستقبل نموذجاً يحتذى من العبقرية الحرفية والذوق الملكي في كل ركن من أركانها، وكيف لا وهو مفخرة المغاربة المسجد الذي حقق حلم ملك.